غير سمح لي نقول واحد لك، غير سمح لي، سمح تخليني نكمل الفكرة ديالي، نوصل لك واحد اسمح المعلومة، نخلي لك تهدر، غير نوصل اسمح لك. لي تسمح لي تسمح لي روح وعي راسك. واه غير اخويا الجزائري العزيز، اخويا العزيز، نوصل لك غير واحد الفكرة، وها وكنتمنى هذه الفكرة توصل للشعب الجزائري، هذا يوصل لهذا. شوف، هذه الخطة ديال النظام العلوي، ما خليتينيش نكمل قبيلة. هذا النظام قول لي العلوي كيخلق لك عدو، وكتنسى العدو الحقيقي. مثلا انت كتمشي كيخلق لك هذا الدباب الالكتروني، وكيبينوا لك باللي هما مواطنين مغاربه بين قوسين، ياك باش تعرف هذا القالب هذا. وغادي يجي يسبوا الجزائريين، حنايا انا كاريفي، كيقولي لي انت يا ارى الجنرالات، ارى طبون، ارى الشنقريحه. مع العلم انا مشارك مع هذيك القاره اللي مسميها المغرب، مع العلم حنايا ما كنعترفوش باللي حنايا مغاربه، وانما الريافه، و وما حنايا ما كتجمعنا حتى شي حاجه مع هذا العلوي. نكمل لك واه راني الفوانيس، فاهمك راني فاهمك راني نكمل لك فاهمك احتراما المجاهدين معز. ولكن تاني احتراما، حنايا شوف، حنايا خصنا نركزوا على العدو الرئيسي الحقيقي، وهو النظام العلوي. اما هذا اللي غادي يجي يسبك، واللي غادي يقول لك انت جزائري، راه ولاد فلان ولاد هادوك، حنايا كيجيو عندنا هنا المباشرات كيسبوني في الوالدين والاخر، انا شنو كنقول له؟ كنقول له الله يعطي لك هذيك السيئات يردوهم لك حسنات، صافي سالينا. كتعطي ربي ربي يحفظك. كتعطي واحد استقلال للنظام ما كيحسش بها. هو هذا الصراع ما بين هادو اللي كيسميهم العياشة، وما بين الشعب الجزائري، المخزن كيعجب له هذاك الشيء. يعني المخزن راني معاك صافي، القرحة ديالو خلى الشعب راني معاك أخي كيتقاتل مع راني الشعب. معاك يعني اخويا، الى جي واحد، انا مثلا كيجيو كيسبونا في التعاليق، كنحط شي فيديو، شنو كندير انا؟ كنعدل واحد الفيديو، كنديروا المونتاج، كنوصل الحقائق، كنرميه في لاباج، كيوصل 5 ملايين، 4 ملايين، 3 ملايين، هذاك هو الرد على المخزن. فهمت المجاهد ديالي ولا؟ حنايا راني الاغلبيه، معاك راني شوف، معاك خليني نسمع خليني معاك خويا الاغلبيه ديال الشعب كيحبوا الشعب الجزائري، ولكن تاني لا هادو على بالي اخي على بالي انا عندي اصدقاء من الله انا يعزك. اخي انا غير باش انا نسكن في فرنسا بصح عشت نعرف امستردام عشت في امستردام نعرف روتردام نعرف الملو نعرف تل ابل نعرف اماكن مليحه في سمو نعرف انشيدا نعرف شفت ناس وشفت ريافه رفدوني رحت تما رفدوني ما كانش عندي ما شفت رجال شفت تلاقيت برجال يبغونا تلاقيت يا اخي انا مانيش نقول لك انا الشعب احنا اخوه العز قبائل اللي في احنا النظام الخبيث العز العلوي الخبيث هو النظام اللي راه يقتل في عباد احنا شكون اللي قتلنا العباد اللي عاونهم في الكاتروفانديس في وقت الارهاب النظام احنا كان عندنا الارهاب يتجول نورمال في سلا كان عندهم قصر ملكي في جلا هذاك العيايده اللي كانت تاوت الوقت وليله كان عندها قصر ملكي في جلا ويتجول مع مئات المسلحين اخي والنظام العلوي محتاج لهذو الجماعات باش يهرب المخدرات صحيح، باش يهرب المخدرات تاعه محتاج على هذا الفتحه تاع دردره باش يفوت المخدرات باسكو اسبانيا بلعت عليه من الفوق الجزائر بلعت عليه من الجهه ما يقدرش يدير من المحيط من الغرب حل دي القلقلات باش تما انا بغيت غير نقول لك اخي باش هذاك الانسان المغربي ولا هذاك الاخ اللي عايني ولا معليش انت اخي باص هذاك باش عز مين باش باش تما باش مين يقول الجزائري، لك اخويا الجزائري ديالي انا، اخويا العزيز، تما كتقضي على النظام، على انا المخزن. غير باش بصح اللي قنفطنه اللي قنفطنه باسكو انا الا راني غلط يجي يفطرني ثاني انا غادي نقول له حاجه واحده غادي نقول له المغرب ولا النظام العلوي الخبيث كما يقول لك محمد السادس كوين عثمان هذاش اللي الحسن الثاني رباطها فرنسا مصغره بالبيسيلات هنا في فرنسا هذيك نعطي نقول لك هي المغربي خويا هي اللي تعاين الله يسمح للدنيا والاخره بصح غير بين شخصيك راهم يقولوا لك باللي الجزائر عدوه اسكو الجزائر عطات سبته اسكو الجزائر هي اللي عطات مليليا اسكو الجزائر طردت من السجن هذاك اللي فيولا 14 دخل اسكو الجزائر هي اللي والمجاهد ديالي اسكو هي اللي اخويا العزيز، اسمح لي اخي اسمح لي علاش اسمح لي اخي كيقولوا؟ اسمح لي يقول لك واه باش ما ننسى الفكره، علاش كيقولوا هكا؟ لحقاش النظام الجزائري عقدهم، علاش؟
كيساندوا الخوتنا انا والله الصحراء. اسمح لي غير هذه حاجه واحده اخرى اخي، والله العظيم اخي ونشوف غدوه النظام الجزائري النظام تاع بلادي نشوفه هكا يتبلى في المغرب في المغرب وفريمو هو يدير في المشاكل، والله العظيم اخي والله العظيم ما نحوس عليهم وندافع على المغاربه وندافع عليهم ونهضر في النظام تاعي ونعايرهم ونخرج ونددوا. بصح مين يجيب اخي يجيب التكريم الصهيوني يجيب الحدود تاعي باش يتوشي بلد المليون شهيد؟ اخويا انا ما ننساش احنا باللي في 63 ودينا حكاونا باللي يوم الثوره خرجنا بغاو يدونا بلادنا، شكون هما ماشي المغاربه العلويين؟ شفنا باللي بغاو يدونا بلادنا وتيدو حنا حنا كيما يقول لك شعر شعر. انا والله العظيم واحد من الناس نخلي كل شيء هذه الدنيا نخلي كل شيء حوز درت الحمد لله يا ربي ونعود نجاهد في سبيل الله وفي سبيل الوطن تاعي. المهم حنا مشينا باغيين هذيك الفتنه مشينا باغيين هذيك الفتنه بصوا علاه هما ما يعرفوش هذه القيمه تاع الحروب. حنا والدينا حتى ولنا كانوا يتمشوا بالصوالح مقطعين، هما والديهم ما كانوش يحكوا لهم على الخطابي، هما والديهم نساو لهم الخطابي، الخطابي الله يرحمه نساو لهم الله يعزك اكبر مجاهد يا صاحبي بنساو لهم. حنا الحمد لله والدينا قرروا لنا عليه ونفتخروا به الله يحفظك نفتخروا به. بصح حنا نفتخروا بالرجال ما نقولوش الجزائر ولا المغرب، حنايا الريافه حنا نفتخروا بالرجال العز حنا نفتخروا بالرجال اخي ونديروا في كتوفنا ونديروا. سمعني اخي من يجي الله واحد اخي شو حنا نقول لكم خويا باش ما نطولش عليكم ما نطولش على الاخوه، ما كان راني مشكل معاكم انا راني الشرف سندوكم المجاهد خويا ما كان مشكل راني سندوكم وراني معاكم حتى الدقيقه الاخيره اخي. حنا ولاد المجاهدين واحفاد الشهداء والله العظيم والله العظيم والله العظيم التالت خويا في اي وقت راني انا معاكم خويا. الدم نعطيوكم انتوما الريافه نعرفوا الريافه الرجال نعرفوا الريافه الله يحفظك شو غير ما نروحوش بعيد خويا شهر صاري الزلزافي مسكين دوموندا دوموندا يقولوا دوموندا المستشفى دوموندا شي دوموندا شي شي ولا جهه تاعك يروح يدور به فعز الازمه تاع كورونا راح يشري ويشري قصر ب 80 مليون بعد يجي يقول لك حنا سي فري بنقول باش نجبد على النظام تاعنا باش تقول ترى راه يهضر علينا ما يهضرش على النظام تاعنا سي فري كان عندنا الخيان خونوا في بلادنا سرقونا داو بصح ما كاينش اللي دلنا خويا ما دلونيش صحيح ما ندلش خوني بصح ما دلنيش خويا ما جابليش خارجي خربني في بلادي سمعت خويا العز اللي ما كاينش منها صاحبي انا خوني وما دلنيش صاحبي وانا غير باش نقول لهم غير باش نقول لهم حنا اليوم نقول لهم ما نستشفيو والله ما نستشفيو في خونا بصح هذيك المضايق تاع 15 المراه اللي مسكينه ماتت على جاكيلو تاع سميت هذيك المضايق في الارهاب وما شفناهاش في الجزائر خويا هذيك الخيانه هذيك الخيانه في المرشيات في الارهاب وما شفناهاش في الجزائر. حنا غير باش نقولوا لهم حنا كبرنا في الميزيريه نعرفوا قيمه الميزيريه والحمد لله ربي الله الجزيره نشوفوا فيها ريكميشن من 2019 رانا نشوفوا بعينينا ورانا نعاونوا في الدوله تاعنا مشينا جاحدين حاجه مليحه نقولوا مليحه حاجه ماشي مليحه نقولوا ماشي مليحه. المهم الامور الخارجيه كما قال لك هذا اللي راه صاري مع اسبانيا وخليكم هذا ماشي اللي يدير هذا كسر الظهر وكل من يتعدى حدوده مع الجزائر سواء في الاتحاد الاوروبي سواء في اي بلد لخاطر على انا نشوفوا بزاف تعليقات على المغاربه كاع يقول لك انتوما شو درك يبلعوا عليك. احنا ما خافوش احنا ما نخاف لا نخاف الا الله احنا عشنا في الميزيريه يبلعوا فيه يبلعوا نعرفوا كي نعيشوا والحمد لله على طرف خبز ونعيشوا والحمد لله والراس مرفوع والراس في السماء والشهامه والرجوله والمروءه كما يقول لك وختي الدار في الدار بالله عليها انا نعطيها من جيبي تروح تحمم انا نعطيها من جيبي تروح تصرف ما تجيبليش خارجي يدخلوا لي خويا تحيا الجزائر تحيا الرجال تحيا الشهداء وراح انا معاكم خويا وربي يحفظكم خويا العزيز الله يحفظك وكنشكرك على راني نتابعكم ما تخمم صاحبي رانا متابعينكم وما تقولوا زعما مش مسبوا فينا انا نسمع فيك انا واحد من الناس من فرنسا ما مغرب ما مغربي وانا نسمع فيكم ونعاونكم وكاع شوف المجاهد ديالنا وهادو الناس هادو الناس اللي راهم العياش اللي راهم يسمعوا فيا دروس نقول لهم بلي حنايا مش نعاون في الناس اللي راهم باغيين يدمروا المغرب لا 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 هادو راهم باغيكم ترجعوا رجال خويا ربي يطلعوكم السلاوات سمعت خويا هادو اللي راهم يهضروا في هذا الانسان هذا اللي كيما انت راك نهضر معاك تراك باغي تطلع على نفسك وانت مجاهد خويا ربي يحفظك وربي يسترك وربي يرحمك كل شيء اللي جابتك صاحبي ربي يرحمك كل شيء اللي جابتك وتحية الشرفاء يا سلام عليكم تحياتي الله يعزك السلام عليكم جزاك اخي صحيح السلام عليكم و هذا غير واحد الميساج الله يحفظك خويا. حنا بعدا كريافه جمهوريين ما عندناش المشكله مع خوتنا الجزائر ولا الصحراوه ولا التوانسه ولا حنا ما عندنا المشكل حتى حتى هاد العياش. انا بعدا الموقف ديالي الشخصي كنسميهم ضحيه النظام العلوي ما كديش عليهم. انا ما غادي
انا غادي نمشي نتعارك مع واحد امي ما قراوش، ضحيه مسكين ضمن معاه. انا ملي كنشوف كيجي كيسبني، اللي واعي اللي عنده العقل ما غاديش يجي يسب، لحقاش شنو غادي تستافد من هذيك السبان؟ ها انت جيتي سبيتي للوالدين التصيلة والجدارة وقلعت الملا والى اخره، شنو غادي تستافد من هذاك الشيء؟ اللي عنده العقل يجي ينتقدك، يدير معك حوار، يقول لك لا راه هادي هكا كاينه، ها كيفاش ها كيفاش. انت تلقى واحد غادي يشبك يسباك ويدير لك تما تعرف المستوى. هذه كنصيحه للاخوان ديالنا الجزائريين ولا الصحراوه ولا الاخر. انا كيجيو عندي هنا لاباج مثلا كيسبوني، نديرو لك نقتلو نديروك. الاخ عيسى كذلك هو مثال. انا شنو كندير؟ كما قلت للاخ كندير واحد الفيديو المونتاج كنفضح فيها النظام العلوي، كنرميه، هذاك هو اللي كيكون الرد على المخزن ماشي على هذيك العياشي مسكين. اخر المطاف كيبقى ولد الشعب. يعني الاخوان ديالنا الجزائريين ما خصكمش تحاربوا هذاك العياش اللي كيسبك اللي كيقول لك، خص ما يكونش ياثر عليكم، لحقاش هو النظام العلوي الديكتاتوري هو هذاك الشيء اللي بغى تبقى تتعارك مع ولاد الشعب ولا مع هذاك العياشي. ولا هو النظام العلوي غادي يدير رجل على رجل، بغى يبقى يتفرج ويفرح. خصنا هذاك الشيء هذاك السيستيم نهرسو له لهذا النظام المخزني. يعني هذا كنصيحة ما كنفرضش الإخوان ديالي، وإنما خص بنادم يفيق بهذه الألاعيب الخسيسة ديال هذا المخزن كنصيحة. و أنا ما نقدرش غادي يسبني كنقول له الله يرحم لك الوالدين، هذوك السيئات وهذاك السب ربي يردهم لك حسنات، صافي ساليت معاه، صافي سالينا، خليه يسب خليه، ما كيضركش في حتى شي حاجة، والعكس كيضر غير راسه، وكيعطي واحد الصورة على هذاك النظام قبيحة. كنقول انا شوف باش محزم محمد السادس، باش هذوك اللي كيقولوا عاش الملك، وشوف غير من الصمت من تحت كيف ضحوا راسه. مال الخوة ديالي ولا الاخوان والاخوات الجزائريين ولا الصحراوة كيبينوا المستوى ديالهم. واحد كيقول عاش الملك، انت غادي تنتقاد وتدافع على الحق ديالك، غادي يبقى يسبك من الصمت من التحت، وزيد وزيد وزيد. يعني تما كيعبر على المستوى ديالو. هذا هو الميساج اللي كنت بغيت نوصل لكم الاخوان الجزائريين.